السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه، رمضان كريم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. بعد ما تكلمنا بالامس على اسماعيل بن ناصر ورغبه مان سيتي في تعاقد مع اللاعب واعجاب غوارديولا باسماعيل بن ناصر، وان غوارديولا منذ مده وهو يتبع في اسماعيل بن ناصر، اليوم خرجت علينا لوديس سبور انه اخبار جديده انه اداره باريس سان جيرمان ما فرطتش في اسماعيل بن ناصر ومازالت في مجهوداتها ولا في المساعي نتاعها باش تتعاقد مع اللاعب. اذا موقع لوديس سبور، اسمعوا مليح، موقع لوديس سبور واش يقول؟ ليوناردو يريد الدعم لي سوتيان بور، يعني باش يعاود يشوف بن ناصر، يعني يريد الدعم للحصول على بن ناصر باش يعني نشوفه مليح. اليوم تغيرت معطيات كثيره، ها كيما تحكوا هنا كوم لو دي سبور فور لوفي، يعني هضرت على خبر يعني سابق انها خبر حصري سابق انه ليوناردو المدير الرياضي تاع باريس سان جيرمان كان يبغي وكان معجب بسحر عم قال لنا شارم تاع اسماعيل بن ناصر، ومن بعدها توتفا لو ديريكتور سبورتيف يعني المدير الرياضي تاع باريس سان جيرمان ليوناردو ليس وحده. اسمعوا مليح، راك تسمعوا الخبر درك، انا مش مصدق، يعني لا مش مصدق امكانيات بن ناصر. نعرف اسماعيل بن ناصر ولا اللي قلتها صراحه، اسماعيل بن ناصر مش تاع 20 مش تاع 30 مش تاع، وش الفرق بين كوتينيو؟ كوتينيو يعطوا فيه 140 يروح للبرسا، هل كعد الجنسية تلعب دور؟ هذيك حاجة أخرى. هل إعلام يلعب دور؟ طبيعة الحال إعلام يلعب دور. كوتينيو يطلبوا فيه 140 مليون ويروح للبرسا وثبت الفشل نتاعو عاود رجع للباير، وإسماعيل بن ناصر طلبوا فيه 20 مليون، مش معقولة مش معقولة. وشوفوا العمر 22 الأخر 28 ولا 27، المفروض اسماعيل بن ناصر هو اللي يروح 140، اذا كي يروح اسماعيل بن ناصر باريس سان جيرمان ب 100 ولا 120 مليون اورو عادي، بصح باش 20 مليون استهزاء هذا بالمستويات. لا شوفوا الخبر الجديد اليوم، الجديد انه ليس وحده يعني هذا المدير الرياضي اللي معجب باسماعيل بن ناصر، ايضا امير قطر، امير قطر هنعاودوا امير قطر، امير قطر ان غران فان، معجب من المعجبين، معجب كثيرا بهذا باسماعيل بن ناصر، ان غران فان، ان غران فان بوسط الميدان اسماعيل بن ناصر، وسط ميدان ميلانس، امير دو قطر، امير تاع قطر، نهضروهم بالدارجه باش الناس كاين باش تفهمنا، ما نهضروش عربيه، نهضرو الدارجه نبسطوها، امير قطر راهم من المعجبين باسماعيل بن ناصر، يبغي اسماعيل بن ناصر خاصة في الميلان، طريقة اللعب نتاعو معجب بها امير قطر. انا نعرف باريس سان جيرمان شكون الممول نتاعها ولا شكون المسؤول نتاعها ولا رئيس الفريق نتاعها ولا خليفي، والخليفي شكون اللي يدعم الدولة القطرية والامير قطر كيقول له روح جيب لي الجوار هذا كيروح جيبه، شكون اللي قال له حبوا نيمار جابوا نيمار، فيهاش الهضرة دراهم، الهضرة دراهم. انا يا امير كي نقول واحد من الرعيه نتاعي ولا واحد من الشعب نتاعي ولا عطيته فريق عاونته باش شريت له فريق، نقول له جيب لي ذاك اللاعب نحبه، انا نحب نيمار، انا يروح يشريه، الهضره دراهم، دراهم كاينه عادي، دراهم كاينه. حب اسماعيل بن ناصر افري قداه ميلون يحتاج 100 150 140 160 نورمال، دراهم كاينه. الهضره هذه راه مش نهضر فيها كشغل استهزاء ولا حقيقه واقع، نيمار اغلى صفقه في العالم مش راهو عادي، كيعود كاين الدراهم نورمال. وحسب ما تقول حسب ما راه يقول موقع لو دي سبور، كيعود امير قطر معجب باسماعيل بن ناصر كل شيء هون، ما كاش حاجه اسمها دراهم ولا مبلغ ولا الميلو ما قبلش لا صوم هذه، قداش تحبوا 150 هاكم 150 عطلقونا باسماعيل بن ناصر عادي. قبل ما نكمل في الخبر، كاين ناس قالوا لي كتبوا لي بلي اسماعيل بن ناصر مش حاب باريس سان جيرمان، لا اسماعيل بن ناصر نقول له بانت في الموقع لو دي سبور، بانت من الشروط نتاعو يحب يلعب في نادي يلعب المنافسات الاوروبيه،
سواء الشامبيونز ليغ ولا الاوروبا ليغ، هم يلعبوا منافسات اوروبيه. الشائط الثاني انه يلعب اساسي. بي اس جي عنده مشاكل، عنده فيراتي ديما يتبليسا، رابيو راح، ماتويدي راح، فرغت الميديا فرغت. لازمهم واحد لاعب جان يلعب وبالناصر اغريسيف يلعب، حتى في الستيل دو جو تاعو اغريسيف يعاون مخططات النادي. نكملوا خبر هذا لامير شخصيا معجب باسماعيل بن ناصر. كل شيء هون كانش حاجه مبلغ 20 مليون اورو و30 مليون اورو والميلون ما عجباش، كانش كاين الباكي، كاين الباكي. حنا نعرفوا مان سيتي بالذات ما نطق تاعها نطق الحكم في المحكمه المحكمه الرياضيه الطاس بلويتو لو 11 جل الله اعلم لويتو لو 11 جوان، لو يخرج قرار بلي ما يديروها ما يطبقوش عليها العقوبه وخلوها عادي يعني تفوز في المحكمه الرياضيه، راح تتعاقد مع لاعبين ممكن اسماعيل بن ناصر ممكن حسام عوار. لكن لما يكون المال يسبق كل شيء، المال يسبق كل شيء، يجيب لك اي لاعب بالمال. نيمار وجابوه. نكملوا قلنا امير قطر هو اللي يبغي حب لاعب حب اسماعيل بن ناصر. ايضا نفوتوا شويه نحكوا على الديتاي. هنا يحكوا على 30 مليون اورو لي بروبوزاها ليوناردو للميلان. وحنا نعرفوا ما وهذا الفوت ميركاتو يهضروا ايضا انه الديريكتور سبورتيف تاع باريس سان جيرمان يريد هذا اللاعب. بصح ما 30 مليون اورو انا قلتها قليله في لاعب كيما اسماعيل بن ناصر. كوتينيو انا ما قنعنيش، كوتينيو ممكن كاين عنده ناس معجبين به، انا كوتينيو 140 وشي 140 هاو في البرسا فشل، في البرسا فشل. هل كيعاد الجنسيه البرازيليه تلعب دور؟ اعلام انا نعرفوا الاعلام، احنا ما عندناش اعلام، ماذا يعرف العام والخاص. امور يعني معطيات 30 مليون اورو قليله، كوتينيو 140 ما دار والو وكبير في العمر، والبوست تاع بن ناصر قليل ما كانش ياسر في العالم، في اوروبا قليل، المفروض 150 ونغمض عينيك تعطي فيه 30 مليون اورو. الامير هاي والامير قطر قلت لك امير قطر راهو معجب بن ناصر، يبغي بن ناصر. وسائل الاعلام الفرنسيه تقول امير دو قطر تميم بن حمد الثاني امير قطر اون بيرسون شخصيا، على قلت لك راهو باغي ما فيهاش ما فيهاش، شخصيا بازي على اسماعيل بن ناصر ام بازي عليه. الان هنا في الاخر مقال مش يهمنا في اخر مقال، انه قالوا انه موقع دي سبور انه رغبه اسكو رغبه الميلان في تسريح اللاعب، خاصه انه دخل معطى اخر هو الامير اللي حاب، ممكن الامير تدخل الامير يغير الاتجاه نتاع النادي تاع ميلان اسي لا توندونس سيت دونكونس. يعني شوفوا ترى اسكو الانفيرس يعني يغير الاتجاه تاع رغبه النادي ما يحبش يبيع، ما ميلان حب يخلي بن ناصر كبروجي سبورتيف يعني للمستقبل، لكن تدخل الامير راح يقلب الموازين. لما يكون امير يبغي يلاعب واش تحوس الميلان؟ واش تحوس الميلان؟ تحوس على 100 كاينه، تحوس على 150 مليون اورو كاينه. لما يبغي الامير لاعب خلاص، ما تقول لي لا ليوناردو لا 30 مليون اورو لا 20 مليون اورو. اليوم دوك هضره دراهم، دوك كاين ناس بالنهار رانا نحكوا رانا نقصروا رانا نتمسخروا، والله نهضر معك بكل صراحه. موقع لو دي سبور موقع عنده مصداقيه، انا وكما عرفتش عنده موقع عنده مصداقيه ما تكلمش هو وخوت ميركاتو كالتشيو ماركاتو. انا صراحه قلتها ونعاودها بالامس ونعاودها لكم، ما عندوش مصداقيه كالتشيو ماركاتو، ما عندوش مصداقيه واضحه صراحه. انا ملي يقول بالحاج راح سنية احسنية في باريس سان في برشلونة وبوغرا احسنية في برشلونة وفي الاخر ما كان والو، ما انا نهزش منه. انا لو دي سبور عنده مصداقية لاباس، لو فيت فوت ميركاتو عنده مصداقية، تكلمنا عليه بالامس، تكلمنا على دافيد سيلفا. دافيد سيلفا بالحقيقة حقيقة قلت انا سابقا في ذا سان عنده رايح يسني في الدوري الامالاس الدوري الامريكي،
كبر السن نتاع دافيد سيلفا راح يسرح يعني باريس المان سيتي لو ما تعاقبش راح يسرحوا بعض اللاعبين الكبار في السن وراح يبنوا فريق جديد وراح يجيبوا لاعبين شباب. ودافيد سيلفا راح يسني في نادي امريكي في الدوري الامالاس بعد ما تنتهي هذه ازمه كورونا ومن كاتو الصيفي راح يكون راح يتسرح خلاص من المان سيتي. هذه حقيقه وهذا الخبر قلناه نقلا عن ذا صان عندها مده عندها مده طويله والواقع راهو الحمد لله اثبت باللي دافيد سيلفا من اللاعبين المسرحين هو وفرناندينيو. اذا نتمنى كل خير لاسماعيل بن ناصر. الان معطى جديد انه امير قطر يرغب في بن ناصر ومن اشد المعجبين ببن ناصر هذا راهي ادراه. فالاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.